اختتمت فعاليات النسخة الثانية من منتدى مصر للإعلام الذي جاء تحت عنوان عالم بلا إعلام، وشهد اليوم الثاني جلسة افتتاحية للحديث عن استحقاقات المرأة العربية في الصحافة، وجلسة للحديث عن المؤسسات الإعلامية واستخدام التكنولوجيا، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عمرو الفقي، والذي أكد مواكبة الشركة بكل مؤسساتها للتكنولوجيا واستخدامها في كل قطاعات الشركة. عندنا في المجموعة إمكانيات هائلة، أنا عندي حوالي 3500 إعلامي بيشتغلوا جوه المؤسسة. إعادة تدوير هذا دولاب العمل أنا وده اللي إحنا شغالين عليه، إحنا شغالين على 3 parallel lines. الخط الأولاني هو التكنولوجيا، الخط الثاني إن إحنا نعمل محتوى ديجيتال قوي، الخط الثالث هو استخدام الإعلاميين اللي عندنا اللي موجودين والإمكانيات اللي عندنا بأن احنا نطلع بأفضل كواليتي وأفضل كونتنت ديجيتال. المنتدى بينعقد تحت عنوان عالم بلا إعلام. احنا بنناقش فكرة غياب الصحافة، ماذا سيحدث للعالم إذا غابت الصحافة وغابت وسائل الإعلام المؤسسية وأصبحت هناك منصات المشاهدة المدفوعة ومنصات التواصل الاجتماعي هي المسؤولة عن إخبار الناس عن العالم حولهم. العالم هيبقى شكله إزاي؟ الورش العمل والجلسات كلها تتمحور حول هذا العنوان الأكبر. وأنا بالنسبة لي الجلسة في المنتدى، الجلسة أنا كنت مشاركة فيها متحدثة عن فكرة تجارب ملهمة في الإعلام، فأنا شايفة أن الحقيقة كانت تجربة سريعة جدا لأن فيها أجيال قريبة من بعض، فيها قامة كبيرة زي أستاذ سناء منصور، يعني خدنا منها دروس مهمة الحقيقة، تربينا على وجودها وتأثيرها في حياتنا، بس كمان هي النهاردة أدتنا دروس مهمة جدا جدا في الإعلام. أعتقد ما يطرح اليوم في المنتدى مهم جدا لنا كإعلاميين، سواء كان كمؤسسات كأشخاص كطلبة، نضع في عين الاعتبار أننا لابد أن نطور أنفسنا أولا، ونحرص على أن يكون مؤسساتنا أيضا تقوم بتحديث ذاتها أولا بأول، أيضا نراقب ما هو جديد أول بأول، ونحرص على تطبيق هذه الأمور مباشرة.